أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مشروع مبنى المجلس الوطني سيشكل معلما وطنيا بارزا وشاهدا حضاريا على استدامة المسيرة الديمقراطية والعمل التشريعي المثمر في مملكة البحرين، مقدرا عاليا دعم ومساندة جلالة الملك المعظم للسلطة التشريعية. واعتبر معالي رئيس مجلس الشورى أن إنشاء مبنى المجلس الوطني يعد خطوة مباركة تكتسب أهمية خاصة من باب الاهتمام المباشر الذي تحظى به من قبل سمو نائب جلالة الملك ولي العهد، معبرا عن الاعتزاز والثناء لتشريف سموه حفل وضع حجر الأساس للمجلس الوطني وتوجيه كافة الجهات لمضاعفة العمل وتوفير الموازنات اللازمة لإنجاز هذا المشروع الوطني.